عباس، شوف الهفوة الدفاعية. الله يا مبخوت، الله يا مبخوت. الجزيرة يتقدمون ويقترب من أن يتقدم بأول الأهداف، لكن على طاري ركلات الجزاء في النهائيين السابقين اللي كانوا بين الفريقين في كأس رئيس الدولة وفي كأس الاتحاد احتسبت ركلتي جزاء، في كل نهائي احتسبت ركلة جزاء، ولكن في النهائيين ضاعوا ركلات الجزاء، في النهائيين ضاعوا ركلات الجزاء. تتذكرون ركلات الجزاء اللي ضاعت في نهائي كأس رئيس الدولة ما بين الجزيرة والأهلي في 2001-2002 وفي كأس الاتحاد ضاعوا ركلات الجزاء. لا، ركلة جزاء تحتسب من سلطان المرسولي بدون تردد. علي مبخوت هو اللي صنعها، قالهم خلوها، قالهم خلوها، المناسبات الكبيرة خلوها لي، خلوها لي. علي مبخوت يتقدم، علي بيلعب لكرة، الله! في المناسبات الكبيرة يظهر الكبار، يظهر الكبار. مبخوت من عند علي، مبخوت من عند علي. الجزيرة لتعويض ما فات واستعادة الذكريات، الجزيرة يتذكر بأنه بقي وإن ابتعد محليا في هذا الموسم في بطولة الدوري، لكنه على المستوى الآسيوي كان أول المتاهلين في دور ال 16، لدور ال 16 في دوري أبطال آسيا. كرافي تيلام يحاول في هذه الكرة والكرة بتتحول إلى خارج الملعب، ملعب يليق أيضا بالإمارات للاستضافة نهائيات ومسابقات أيضا واستحقاقات. كرافي تي براسا، يا رب القنبلة تنفجر، القنبلة تنفجر.